أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في طال استعداد لفروض المرحلة الثانية أو الفرض الثاني للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الرابع، هنشوفوا نموذج للفرض الثاني الدورة الأولى بالنسبة لمادة الفرنسية للمستوى الرابع، نموذج على شكل PDF هتلقاوه في الوصف. إذا نبداو بليكتور. اول حاجه ملي يكون عندنا ليكتور كنقراو النص، من بعدها كنجاوبو على الاسئله انطلاقا من النص. لا سيريموني دو حناء اي ان ايفينمون تري سبيسيال دون لا كولتور ماروكين. سولون لا تراديسيون اي سو تيان لا سيمين او لو جور بريسيدون لا نويت دو نونس. لا سيريموني ريزيرفي اونيكمون او فام سو ديرول توجور لو سوار او دوميسيل دي بارون دو لا فيتور ايبوز. ان سو فيزون ان سي تاتوي سور لي مان اي لي بيي لا فيتور ماريي انديك اسي prétendant que son cœur est à jamais pris. Durant la cérémonie, la future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux, dont du sucre représentant le bonheur, des œufs pour le changement de vie qui attendent la fiancée et des pièces d'un centime qui représentent la prospérité. Selon les coutumes, tous ces cadeaux ne sont présentés à la mariée qu'à la fin du repas. بالنسبه لهاد السيرومون دو حنا هي واحد الايفن محادث متميز في الثقافه المغربيه. على حسب التقاليد هي كتكون سوتيان لا سيمين او لو جو بريسيدون، يعني كتكون في النهار اللي قبل نهار العرس او يعني ليله ديال الزفاف. بالنسبه لا سيرومون هاد الحفله يعني هي كيكون فيها غير لي فام يعني نساء. سو ديرو توجور يعني كتكون يعني في ليله او دوميسيل يعني في الدار ديال الوالدين ديال الزوجه. اوكي اون سو فيزون ان سي تاتوي يعني كتحني يديها رجليها يعني لا فيجور ماري اندي فاسي بريتوندون كو سون كور اي ا جامي بري، يعني كدلاله غير رمز ان كتقول هاد الزوجه المستقبليه كتقول ان هاد القلب ديالها راه عطاتو الزوج ديالها الى اخره. اذا في خلال لا سيرموني الحفله ديال حنا بالنسبه للفيجور ماري سو فوا اوفرير بليزيور كادو، كيتعطاو بزاف لي كادو منها السكر يعني كيتنزل السكر اللي كيدل على ياش كيدل على السعادة. البيض كيكون اوكي يعني تغيير يعني اللي كيدل تغيير الحياة اللي كينتظر هاد الزوجة. وكذلك كاين دي بيس سنتيم يعني بيسات ديال سنتيم ذهب ولا بيسات صغارين سنتيمات بحال ديال الفلوس ولا الذهب صغيوار، هادو كيدلوا على ياش على تطور الازدهار. على حسب العادات ان هاد لي كادو ميمكنش يتقدمو للزوجه حتى كيسالي كتسالي الماكله. اذا هاد الكادوات اللي خاص اللي كيتعطاو العروسه منها السكر اللي كيتنزل الى اخره ما كيتعطاوهاش حتى كتسالي كيسالي كوا كيسالي المأدوبات الاكل. اذا نمشيو دابا السؤال الاول لي اسولي لو تيتر كي كونفيان، اذا نسطرو على العنوان المناسب. اذا بالنسبه للنص فهو كيتحدث على لا سيرموني دو حني دو اني اوكي على حسب اش ما كتهضرش لو مارياج او ماروك لو مارياج دو ما كوزين. اذا هنا ما كيهضرش على العرس المغربي وما كيهضرش على المارياج دو ما كوزين، مي كيهضر على سيرموني دو اني ولا دو حنا اكسيتيرا. اذا هنا هذا هو الجواب، اذا هذا هو الجواب الصحيح. تري بيان انتقلوا لا كيسيون 2. اذا لي اسولي لا فراز دو تيكست، اذا قالك سطر على الجمل اللي كاينين فقط في النص. لا فيتور ماريي سو فوا اوفرير بليزيور كادو. Le henné représente ou le henné représentant le bonheur. La cérémonie réservée uniquement aux hommes. Idana, la future mariée se voit offrir. Idana, je vous jume les kina. Haya, la future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux. Ok, haya kina fmas. Idana, elle dit un stro aliha. Idana, la future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux. Très bien. Le henné représentant le bonheur. Idana, on a connu le sucre représentant les kits qu'attend le rosa et l'akhiré ou les cadeaux le rosa les kijou. اوكي اللي كاين اللي كيجيب هذاك التوع اللي كيقولوا فيه السكر وفيه البيض وفيه شحال من حاجه، هذوك الكادوات يعني اوكي هو اللي بالنسبه للسيخ هو اللي كيمثل البونور. هنا خطا اوكي. لا سيغمون ريزيرفي اونيكمون او زوم، هنا شنو قالنا ريزيرفي اونيكمون او فام، هنا كاتبين لي زوم خطا. اذا الجمله الصحيحه اللي كاينه في النص هي الاولى. دابا ننتقلوا سؤال ثلاثة او سي ديغو لا سيريموني، اذا اين تتم هذه حفله اذا ديال حنا. إذن هنا على حسب النص alors se déroule toujours le soir au domicile des parents de la future épouse، يعني في دار العروسة كتكون حنا. إذن غنمشيو نكتبو الجواب. إذن هنا لا
كوا لا سيريموني. اذا لا سيريموني سو كوا سو ديرول. اذا لا سيريموني سو ديرول. اوكي سو ديرول او قلنا سو ديرول toujours le soir. Toujours le soir. Le soir ou au domicile des parents. Le soir au domicile. Ok, au domicile des parents. Des parents de qui? De la future. De la future épouse. De la future épouse. Très bien. Ntarlo, question 4. Que représente le sucre? Soli la bonne réponse. Idan al hasab al nas urjan al nas. Le sucre représente quoi? Le sucre représentant quoi? Le bonheur. Représentant le bonheur. Idan an jou ksbo le jawab, yani sa'ada. Idan qallak soli la bonne réponse. Est-ce que le bonheur, le changement de vie, la prospérité? Idan la prospérité, idan na jawab sahih wa le bonheur. Très bien, Tarlo, ou là on passe à la question ou de grammaire. Et d'un benisba, je nous montre la grammaire. Question 1, indique le genre et le nombre des noms suivants. Et d'un chou qui atteint le genre. Le genre, wesh masculin, ok, yani mutakar, et d'un wajins, wesh masculin, ou la féminin. Hada, le genre. Ok, benisba, imma masculin. Benisba, le nombre, l'adet, imma singulier. Ou la quoi? Ou la pluriel. Ok, غير باش فهمو. إذن كاين هنا بالنسبة للمسكولا فيمينا. Ok, بالنسبة للمذكر كنستعمل أن. Ok, لو. بالنسبة للفيمينا كنستعمل أون لا. بالنسبة للسنغولي بلوري كنستعمل لي أو لا دي. إذن باينة. لو أني. إذن كما كتشوفو عندنا لو. إذن هذا. Ok, مسكولا. إذن مسكولا سنغولي. إذن نكتبو هنايا. Ok, لو أني. غنمشيو دابا لي كادو. لي كادو كيكون عندنا لي بلوريال، ولكن ملي كيكون عندنا بلوريال نشوفو واش ماسكولان ولا فيمينان. كنقولو ان كادو، كنرجعها للمفرد. اذا لي كادو ماسكولان كوا ماسكولان بلوريال. تري بيان. غنمشي دابا ماتونت لا تونت فيمينان. اذا عندنا ما تا ماتا هادو كيدلو على الفيمينان سانغولي. اذا نكتبوها فيمينان سانغولي ونكتبو مع ماتونت. بقى لينا لي برودوز. اذا هذا بلوريال فيمينا عندنا اف لاخر. اذا هنا عندنا فيمينا بلوريال. اذا نكتبو لي برودوز. اوكي تري بيان. سالينا سؤال الاول ننتقلو للسؤال الثاني. ريكري شاك نو او بلوريال اي انديك سون جونغ. لو جونغ راه قلتها لكم اما ماسكولان ولا فيمينا. اذا ماسكولان ولا فيمينا باينه. ملي كيكون عندنا لو ولا ان كيكون ماسكولان. ملي كيكون عندنا اون ولا لا قبل يعني لارتيكل اوكي ديفيني ولا انديفيني. اما يكون عندنا اون ولا لا كنعرفو فيمينا. عندنا لو بيانو. بالنسبه لو بيانو فهو ماذا؟ فهو كوا؟ فهو مفرد مذكر لان عندي لو يعني سا فيجيا ما ماسكولان. اذا عندي قال كنحدد لو جونغ ديالو. اذا اما ندور مابقاش نسطر ولا الى اخره يعني ندورو عليه. اذا نكتبو هنايا بالنسبه عندنا هنايا ماسكولان. وجي غنكتب دابا هنايا بلوريال. ملي كيكون عندنا لو كنرجعها لي. ملي كيكون عندنا ان كنرجعها دي. اذا عندنا لو بلوريال نرجعها لي. وغنقول لي بيانو. ولي بيانو هنا بالنسبه لا مارك ديال بلوريال يعني باش كنعرف الجمع كنحول المفرد الجمع. لا مارك الفرنسيه باينه اس. حاله استثنائيه كيكون اكس الى اخره. مي هنايا ما عندناش شي حاله استثنائيه نكتبو لي بيانو اس في الاخر. لو كادو اوكي عندنا لو. اذا ما ماسكولان. إذن هنا ماسكولا عندنا مذكر لأن عندنا لو. سهلة باش تعرفوها. عندنا ماسكولا. إذن دابا نجي نعملو بلوريال في الجمع. إذن عندنا لو كترجع لي. وكادو هنايا مكيكونو هاد الكلمات كيسالو بأو أ أو. أشنو كنزيدهم؟ أوكي كنزيدهم إكس وغيكون عندنا لي كادو. تخي بيان غنمشي أن كارسون. أن كارسون عندنا أن قبل منو. إذن ماذا؟ إذن كوا؟ إذن ماسكولا مذكر. إذن هنا عندنا كاملين ماسكولا. نرجعو جمع. اذا ان شنو قلت لكم ان كترجع دي. ردوا البال. اذا شوف لو ولا كترجع لي و ان و اون كترجع دي بلوريال. وغنقولو غارسون او ان وغنزيدو اس ديال جمع بلوريال وغنقولو دي غارسون. اذا بهذا نكونو سالينا التصحيح ديال هذا النموذج. نتمنى نكون فزتكم. شكرا والى اللقاء.